أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحة من حوزة كاب، ونناقش في حلقة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية موضوع أثر وسائل الإعلام في اللغة العربية. كثيرة هي الأصوات التي تعالت لتنتقد وسائل الإعلام العربية من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية، خاصة الفضائيات، وتحملها مسؤولية ضعف اللغة العربية وتراجعها في الوقت الذي يقول فيه أهل هذه المهنة إن اللغة وسيلة لأداء مهنتهم بإعلام المشاهد والمستمع والقارئ، وأن المسؤولية تقع على الهيئات والأشخاص المكلفين في الأساس بالاشتغال على اللغة. إذن هل صحيح أثرت وسائل الإعلام بشكل سلبي على تطور اللغة العربية وانتشارها ومستوى الناطقين بالعربية؟ لمناقشة هذا الموضوع وهذه الأسئلة يحضر معنا في استوديو فازان كات سيد محمد تقي الأدهم، مدير البرامج بالتلفزيون الموريتاني. أهلا وسهلا بك سيد إسماعيل طلاي، هو صحفي من جريدة العرب القطرية. أهلا وسهلا بك. وأيضا يحضر معنا السيد عثمان نجاري، مدير الأخبار بقناة ميديانسا. أهلا وسهلا بك. إذن أبدأ بسيد محمد تقي الله الأدهم، مدير البرامج بالتلفزيون الموريتاني. هل صحيح هذه هي الإشكالية وهذه المسؤولية التي تحمل على الصحفيين وسائل الإعلام بشكل عام، أن ضعف اللغة العربية وضعف انتشارها أو الناطقين بها يعود إلى ضعف أداء وسائل الإعلام العربية؟ نعم بتحفظ، بمعنى أن الفضائيات العربية وسائل الإعلام بشكل عام هي تجلي لواقع اللغة العربية في المجتمع العربي، بمعنى أن مؤسسات التربية تتحمل القسط الأكبر، المجتمع نفسه، الأسرة، كل هذه الجهات تتحمل مسؤولية ضعف اللغة العربية، فتأتي وسائل الإعلام كتجل واضح لهذا الضعف والوهن. أريد أن أصل إلى حقيقة جوهرية مؤداها، أنه إذا استطاعت وسائل الإعلام العربية أن تلفت نظر الرأي العام إلى هذه المخاطر، فهي بذلك كأنما تقدم وصفة لما تعانيه. طيب سيد عثمان نجاري، هل تعتقد أن الصحفي أيضا مسؤول على اللغة العربية وانتشارها ومستواها؟ الصحفي مهنته نقل الخبر وليس تعليم اللغة العربية. بالفعل الصحفي ليس مهنته تعليم اللغة العربية، لكن مع ذلك فهو مسؤول. من الصعب جدا أن نقول أن الصحفي غير مسؤول، هو أيضا تعلم هذه العربية، وإن عندما يختار الشغال بهذه اللغة من اللازم أن أقول إذا كنت متطرفا أن يتقنها، وإلا على الأقل أن يضبط قواعدها وأن يوصلها بشكل جيد، وهنا المسؤولية على الإعلام. لكن المسؤولية قبل الصحفي وقبل وسائل الإعلام، هناك مسؤولية المؤسسات، هناك مسؤولية المجتمع، هناك مسؤولية عوامل أخرى، ولكن الصحفي الذي يشتغل بلغة معينة لابد أن يتقنها وأن ينطقها بشكل جيد، هذا اعتقادي الشخصي. طيب سيد إسماعيل الطلاي، هل مثل ما قال سيد نجاري الصحفي طبعا ملزم بأن يتقن اللغة الوسيلة التي يعبر بها وينقل بها الأخبار، لكن هناك من يقارن ما بين الصحفيين خاصة الصحافة المكتوبة بزمن الصحافة العربية في عصر النهضة، كانوا أدباء وصحفيين، هناك من يقول لماذا الآن ليس لدينا صحفيين مثل ذلك الزمن؟ هو بالتأكيد يعني هو قضية تراجع لمستوى اللغة العربية في وسائل الإعلام العربية أصبحت ظاهرة عامة، لكن المشكلة لماذا تقع على الصحفي أو الإعلام بدرجة أكبر؟ لأن الإعلام أصبح يعني وتأثيره في المجتمعات العربية قوي جدا. بالتأكيد أن مشكل يعني تراجع اللغة العربية في وسائل الإعلام ليس قضية الإعلام فقط، هي قضية من وزارة الثقافة إلى التعليم، لمستوى التعليم تراجع كثيرا. لكن في الإعلام أنا وجهة نظري أن هنالك يعني بين قوسين حتى نية مبيتة، يعني نلاحظ أن ما نراه اليوم في الفضائيات العربية هو إصرار على تغليب اللهجات العامية، يعني بعض المذيعين والصحفيين يتعمدون الحديث بلهجات عربية على حساب اللغة العربية. لكن اللهجات ليست هي اللغة المحكية، لغة الشعب، لغة رجل الشارع. نعم، لكن ليس أن تطغى على اللغة العربية. هل يعقل مثلا، هل أنت تتقبل حينما تكون مثلا من المشرق العربي أن يكون فيه مثلا فضائية مثل فرانس 24 أو حتى الجزيرة مثلا يبرز فيها مذيع مثلا من المغرب العربي يحاول ضيفا ابن بلده فيتحدث مع اللهجة العامية باللهجتين المغربية وباللهجتين المشرقية؟ هناك يعني إساءة للضيف المشرق العربي، والشيء بنفسه أيضا يعني ما نلاحظه اليوم أنه هناك كأنه إصرار، يعني في تعصب بين قوسين للهجات العامية، وهذا يجب أن يلاحظ. سيد محمد تقي الله الأدهم، قد يقول القائل إنني أنا
رجل من الشارع وأريد أن أتابع الأخبار، أن أفهم ماذا يحدث في العالم باللغة المحكية التي أستعملها في معاملاتي اليومية، ليست بهذه اللغة الفصحى التي تشبه زمن اللغة اللاتينية واللغات الأخرى التي الآن أصبحت وتطورت وأضحت لغات حية مثل الفرنسية والإسبانية والإيطالية. أخي هذا حق نريد به باطل، نحن لا ندعو إلى العودة إلى اللغة القاموسية ولا نبحث عن لغة الشعر الجاهلي في وسائل إعلامنا، لكننا نرفض رفضا باتا أن نجد في الفضائيات العربية من لا يجيد رفع الفاعل ونصب المفعول به. بمعنى أشار زميلي أن هناك نية مبيتة، نعم، لماذا نشجع الحديث باللهجات المحلية؟ ما الذي يجمعنا غير اللغة العربية؟ إذا قبلنا أن نطأ هذه الميزات والخصائص فنحن نهدم الهوية، نهدم الذات، وبالتالي لابد. نية مبيتة، من الذي بيت هذه النية؟ نحن بأنفسنا نتواطأ من أجل إبعاد بعضنا عن البعض. ماذا سيستفيدون؟ تتشتت الأمة، تغيب الثوابت بعد سنوات، بعد سنوات الجزائري لا يخاطب الموريتانيا، التونسي لا يخاطب المصري. هل تشتت الهوية من مهام الصحفي؟ طبعا الصحفي له كل الدور في أن يحافظ على الثوابت واللغة وأن يخاطب الناس بما يفهمون، لكن بضوابط وثوابت. أما أن تشيع استخدام لهجات محلية لا تخرج عن إطارها الضيق فبذلك تقتل اللغة، تقتل الأمة، تغيب الصوت المشترك. لديك مداخلة سيد؟ أنا أود أن أقول فقط الله. حتى لا نكون كمن يجلد ذاته، وحتى لا نقول فضائية، أنتم جئتم هون لتجديدون الفضائيات، أكيد فضائيات في إيجابيات، لكن الذي يحدث اليوم أن المطلوب يعني سقف انخفض كثيرا، لم يعد المطلوب هو أن المذيع يتحدث لغة عربية فصيحة طليقة، لا، المطلوب اليوم حتى على الأقل أن تكون اللغة العربية مكانتها. ما تلاحظه اليوم ممكن في الفضائيات، أصبح هناك ظاهرة الاستعانة بالنجوم والفنانين والرياضيين لإذاعة برامج، يعني أنا لست ضد هؤلاء، لكن هناك يعني قدر بسيط من الاهتمام باللغة، يعني القنوات الفرنسية والقنوات البريطانية لا تجد هنالك يعني مذيعا مثلا رياضيا أو فنانا مثلا يقدم برنامج مثلا جدي واقع مثلا ويتحدث بلهجة يعني لا يفهمه إلا ممكن سكان بلدته، يعني هذا هو الأمر المرفوض، يعني هذا لا يعني أن الفضائيات. طيب سيد نجاري، أنت مدير أخبار في محطة إخبارية ومنوعة، في رأيك لماذا؟ إذا سمحت، ما الذي حصل إلى أن يتم هناك انتقاد الصحفيين وهناك الأصوات التي تقول هناك من المذيعين الذين لا يتقنون اللغة العربية ولا قواعدها؟ على أين هذا أمر واقع؟ هذا كما أشرت إلى ذلك سابقا، أيضا مرتبطا بالتعليم ومرتبطا بالتربية. إذا لاحظنا في يعني في الزمن البعيد كانت هناك قنوات إذاعية يعني دولية مثل البي بي سي وساهمت هذه القنوات والإذاعات، وهذا أمر واقع يعني في إشاعة اللغة العربية وفي تحبيب هذه اللغة العربية للعرب المقيمين في الخارج، وحتى في ذلك الحين في الأربعينيات وفي الخمسينيات وفي الستينيات ساهمت أيضا في تعليم اللغة العربية لأجانب في بريطانيا وفي الولايات المتحدة وفي فرنسا. فقط أود أن أرجع إلى مسألة نقطة مهمة إذا سمحت. فقط بين قوسين، فقط إذا تحدثت عن البي بي سي في ذاك الزمن أغلب الصحفيين كانوا شعراء أو كتاب ولو ولكن كانت هناك عربية سليمة مفهومة للجميع، وكانت تمتلك أيضا مصداقية، يعني طريقة الإلقاء وطريقة الكتابة وطريقة التحرير كانت يتحمل معها مصداقية في الخبر، وبالتالي كنا نشاهد أن الخبر الفلاني سمعناه في قناة هنا لندن في إذاعة لندن وكانت عندك مصداقية، والمصداقية كانت فقط من طريقة الإلقاء. أنا أشاطر زميلي نفس الفكرة، ليس المطلوب هو لغة شعراء الجاهلية ولا لغة القرآن ولا لغة كذا ولا لغة كذا، المطلوب هو لغة عربية سليمة مثل ما يتكلموا بها الآن لا يتكلموا بلغة الحطيئة ولا أي لغة، نتكلم بلغة عادية، لغة عربية سليمة. وأظن أن في المغرب وفي بريطانيا وفي الجزائر وحتى في الكويت وفي دول الخليج وبلاد الشام الكل يفهم هذه اللغة التي أتحدث بها، وإن تحدثت إليك الآن بلغة درجة مغربية لن تفهم شيئا. طيب ولو أنني تفضل. كنت أود أن أضيف فقط ملاحظة في نفس السياق، ظاهرة التدقيق اللغوي في وسائل الإعلام في القنوات الفضائية العربية هذه ظاهرة وليدة وموجودة بين قوسين إلا في المحطات العربية. لماذا تدقيق؟ كيف تتصور أن يتقدم مذيع أو محاور لقناة فضائية عربية وهو لا يعلم أن الفاعل يرفع وأن المفعول به ينصب؟ هذا يعكس المستوى الذي وصلت إليه اللغة للأسف في وسائل إعلامنا. معنى المشكل يعود إذن للمؤسسات التربوية والتعليمية في عالمنا العربي. سيد إسماعيل طلعي،
أكيد هناك جزء من المسؤولية. يعني اليوم لو تجد مثلا كنا من قبل دقائق كنا في نقاش في منظمة اليونسكو على نفس الموضوع تقريبا، هناك إجماع على أن مستوى الإلمام طلاب في المدارس العربية باللغة العربية تراجع كثير. تقارير بيزا اليوم تشير لهذا الواقع، يعني في تراجع كبير. لكن المشكلة أنت تتحدث عن الإعلام، الإعلام الذي شاء لنفسه أن يكون في الصورة، هو الذي يقول في بعض الأحيان أنا وجه الرأي العام، أنا أصنع الرأي العام. طيب هذا الإعلام مطلوب منه الحد الأدنى. الغريب في الموضوع لما نتحدث اليوم عن فضائيات مثلا أجنبية ناطقة باللغة العربية وليس مجاملة في فرنسا 24 أو حتى في قنوات أخرى، تجد اللغة العربية ممكن في أخطاء لكن هناك لغة عربية فصيحة. لماذا في الفضائيات العربية التي تقول أنها عربية وناطقة وموجهة للشعوب المنطقة وتنطلق من دول عربية، لماذا يبرز لدينا مذيعون يتحدثون باللهجات المحلية؟ هناك من يقارن، كانت هناك دعوات حتى من بين صحفيين وكتاب في سنوات ماضية يقولون إنها اللغة المحكية فالتي يفهمها رجل الشارع. لنفترض هذا الموضوع. طيب دعنا نتصور الوضع الحالي. فضائية اليوم، فضائية جزيرة عربية أو فضائية ثانية مثلا، يجلس مذيع من دول مثلا المشرق العربي، مذيع مثلا كويتي فرضا، مذيع كويتي يعني يحاور ضيفا كويتيا باللهجة الكويتية، كم مشاهد عربي سيفهم؟ هذا التعصب. وهناك ظاهرة يعني غريبة بصراحة، أنا لا أريد أن يعني تلقيق على الأمثلة، لكن لماذا مثلا بعض الفضائيات العربية حينما يتحدث المشرقي لا تترجم، لما يتحدث المواطن من المغرب العربي يعني تضيف له ترجمة من تحت ثم يقول لك لأن لغته غير مفهومة؟ وفي رأيك ما السبب؟ سيدي لنقل بصراحة، لنقل بصراحة أنه بالفعل كانت هناك نية مبيتة وكانت ثمة نخب عربية تدعو إلى تكريس هذه اللهجات، وكان هذا الخيار سيضعنا في وسائل إعلام معزولة عن بعضها البعض، وبالتالي حتى في دول معزولة عن بعضها البعض. هذا الخيار انكشف وتعالت أصوات تدعو إلى العودة للغة الأم، وأعتقد أن هذا الحوار ما زال مطروح في بعض الدول العربية لحد الساعة. بالتالي النخب التي دافعت عن هذا الخيار دافعت عنه عن وعي وعن قصد. طيب قد مثلا نحن هنا في فونزاكات نشتغل في غرفة أخبار بثلاث لغات، العربي هو الوحيد الذي يشتغل بلغة ثانية هي اللغة الفصحى التي لا يتحدث ولا يستعملها في حياته اليومية، على العكس مثلا الفرنسي أو الإنجليزي. لا تعتقد أن هذا أيضا له دور في تأثيره على مستوى أداء اللغة؟ لا أوافقهم في الطرح، أنا أعتقد أن كل عربي يسمع نشرة أخبار باللغة العربية يفهمها من المحيط إلى الخليج. هذا الحديث جرى في سنوات أخيرة لكنه ليس الواقع، هناك من حاول تكريسه. من المحيط إلى الخليج كل من يستمع إلى نشرة أخبار بلغة عربية بسيطة، لأن هذا هو المطلوب. نحن كما أشرنا لا نطلب لغة قاموسية ولا نبحث عن مهردات نادرة، بالعكس لغة عربية فصيحة بسيطة تعتمد على القواعد يفهمها المواطن العربي. وحتى هذه اللغة تنتقد من قبل عدد من الكتاب والشعراء، من يقول إن الصحفيين يسطحون اللغة، ينمطونها في قوالب معينة حتى إذا كانت صحيحة. هذا على سؤالك، لما تقولي أن الفرنسي في فرنسا كانت مثلا ليس لديه مشكلة، هل تقبل فرنسا كانت أنت بمذيع فرنسي مثلا يتحدث بلغة فرنسية ويسيل النحو والصرف أو القواعد اللغة العربية؟ يعني مطلوب اليوم ليس اللغة المتنبي أو اللغة العربية المتسمى القديمة، يعني اللغة لا مطلوب لغة عربية بسيطة جدا، واللغة العربية بسيطة ورسالة ستوب أصلا الإعلام أبجديات العمل الصحفي أنك تنقل رسالتك بلغة سلسة بسيطة جدا حتى تصل الرسالة، هذا هو الأصل. لكن لا أن تقيم لي برامج بلهجات عامية. طيب يعني لنتحدث الآن عن النخبة في العالم العربي. سيد نجاري، هناك من مثل ما قلت يقول حتى هذه اللغة الصحيحة التي تحترم قواعد اللغة العربية هي لغة منمطة وتسطح فكر المشاهد والقارئ والمستمع لأنها بسيطة وليست هي اللغة التي يجب أن تستعمل في وسائل الإعلام. هذه مسألة طبيعية لهذا إعلام، هذا إعلام جماهيري موجه للجميع، عدد من الأدباء
الأدباء والكتاب كان ينتقد وسائل الإعلام على هذه النقطة. ربما لست معهم لأن هذا إعلام جماهيري موجه للجميع، المطلوب واحترام اللغة، الأداء باللغة العربية واحترامها وعدم يعني المساس بحرمتها فقط، وإلا ربما بما أنهم مثقفون ربما عندهم مجالات أخرى للكتابة والإبداع، ولكن هذا إعلام جماهيري فيه يعني فيه المثقف وغير المثقف، فيه الطفل بالنسبة لبرامج أطفال إلى آخره، وبالتالي هذه مسألة. هل هو دور وسائل الإعلام أن ترفع في مستوى؟ لنأخذ مثال آخر. نعم. لأنه يقول لك مثل بالمثال يتضح الحال. طبعا. الذين يقولون أن اللغة العربية ما يسمونها مقعرة ونمطة لم تعد يعني يتقبلها المشاهد. مسلسلات المدبلجة المنتشرة اليوم في الوطن العربي، ألم تبدأ باللغة العربية فصيحة جدا وقوية وكانت متابعة بقوة؟ فنانون مثلا اليوم مثل كاظم الساهر ألا يتغنى بلغة عربية فصيحة من الشعر نزار قباني؟ الآن أصبحت تدبلج باللهجة. هل لما كانت باللغة العربية فصيحة كان لها المتابعون؟ طبعا بالعكس، كان لها المتابعون وحسنت كثيرا، حسنت كثيرا. لما كنا أطفال صغار مثلا كنا نتابع برامج قوية، برامج مثلا المناهل كانت تعلم اللغة العربية، لم نشعر في يوم من الأيام أنها مملة، بالعكس. لكن اليوم المشكلة في الفضائيات العربية سقطت فيما أسميه أنا ظاهرة الكسل. معظم برامج الفضائيات العربية صارت برامج مستنسخة مستوردة من الخارج، وكأن المنتجين سووا بالكسل يعني. أو المحطات الخاصة التي تريد أن تكسب المال ومن حقها أن تكسب المال. وماذا تفعل في هذه الحالة؟ تجلب مذيعين من فنانين ورياضيين نجوم بين القوسين حتى تشتهي برامجها دون مراعاة اللغة. خوف يا سيدي مما يعرف بالتقعر اللفظي بين المزدوجتين خوف مرفوض. لماذا؟ لأنه بالفعل نحن لا نبحث عن ألفاظ بعيدة، لا نبحث عن استعراض قدرات لغوية، هذا متفق عليه. لكن الإشكال كامل في أن هناك نخب تكونت خارج الوطن العربي في فترات معروفة لديها عقدة اللغة، فقدمت هذه المسوغات المرفوضة تتحدث عن تقعر لفظي في اللغة العربية، عن عدم قدرتها على إيصال أفكار للقاعدة العريضة. هذا أعتقد إن أنها لغة نخبوية. لا أعتقد أن هذا فقط نوع من الهروب ونوع من العجز. نوع من العجز حقيقة الدين، مع الأسف أمر واقع بالنسبة لأقلية في المغرب العربي بالأساس. هناك حقيقة خلافا لما ذكرت، هناك ناس حقيقة لا يفهمون نشرة الأخبار بالعربية وهم عرب، يعني من الجيل الأول والجيل الثاني، ولكن هي تبقى أقلية والمشهود عليها أقلية طبعاً. ولكن هذا واقع، هذا واقع أن هناك بالفعل وهل وسائل الإعلام هي المسؤولة على ذلك، على رفع على تعليمهم اللغة العربية ورفع مستواهم في اللغة؟ أنا أقول نعم، هناك جزء ليست مهمتها الأولى، المهمة الأولى للأسرة والمدرسة ووزارة الثقافة في الدول العربية، لكن الإعلام يساهم. لماذا الإعلام؟ لأن اليوم مشاهد يتابع إعلام، وهناك برامج يتابعها الملايين، فأنت على الأقل إن لم يكن من مسؤوليتك أن تحسن من الأداء، على الأقل لا تنزل لمستوى، هذا هو المطلوب اليوم. أنت تتباهى أن لديك 50 مليون مشاهد ولا، لكن طيب على الأقل احترم عقوله، احترم هذه اللغة، لا تسيء للغة يعني. لم يعني المسيء أنك تتابع برامج يعني تصاب بحالة من الذعر يعني. ما الذي يجعل هذا المذيع الذي يتقن العربية الفصحى يتحدثها بطلاقة جدا، ولما يكون معه ضيف مثلا من أبناء بلدته مثلا يتحول إلى وكأنه عاجز عن نطق اللغة؟ لا، في تعصب. أنا أرى أنها نية مبيتة، هناك تعصب للهجات المحلية، وهذا مشكل. بالمناسبة كنا نعاني من سابق مشكل آخر، هو مشكل ما يسمى بالمشرق العربي والمغرب العربي. هذا لا، أنا لا أدافع عن المغرب العربي، لكن الواقع قبل بداية التسعينيات، قبل أن تظهر مثلا قناة NBC مثلا العربية والجزيرة، كان المغرب العربي تقريبا مهمشا، فجاءت هذه الفضائيات وبدأت تنظر للمنطقة. لم نسمع في يوم من الأيام أن المغرب العربي مثلا تضمر من الجزيرة من اللغة العربية، بالعكس اليوم الجزيرة تفوقت بلغات العربية فصيحة، وهي ممكن من قنوات قليلة بصراحة. لا أتحدث عن الأجنبية، في القنوات العربية ممكن يحسب BBC والجزيرة أنها تحافظ على اللغة العربية، خاصة مع البرنامج الذي عملته الجزيرة. القنوات الفضائية الإخبارية. فقط سنعود إلى حوارنا مشاهدينا بعد موجز للأنباء. بضيوفنا سيد محمد تقي الله الأدهم مدير البرامج بتلفزيون الموريتاني، وسيد عثمان نجاري مدير الأخبار بقناة ميديا في المغرب، وسيد إسماعيل طلاي الصحفي بجريدة العرب القطرية. أهلا بكم من جديد. نعود إلى النقاش الخاص باستعمال اللهجات وضعف اللغة العربية، والنقطة التي تحدثت فيها عن نقد شعراء والأدباء والنخبة في العالم العربي للصحفيين على أنهم يستعملون لغة بسيطة. هل ملزم على الصحفي أن يعود إلى أن يكتب بلغة زمن الصحافة في عهد النهضة العربية، أن يكتب بلغة إبراهيم اليازجي وحتى في السبعينيات بلغة غادة سمان وكل الأدباء الصحفيين في ذاك الزمن؟
هناك برامج معينة بحد ذاتها، مثلا برامج تقوية اللغة مثل ما كان في البي بي سي برامج للغة الإنجليزية يعني مثلا، ليس هناك مانع. لكن بالنسبة للأخبار، ما المتعارف عليه في الصحافة أن الخبر يجب أن يصاغ بلغة سلسة بالسهل الممتنع الذي يصل لتصل الرسالة. فليس مطلوب من المذيع أن يتحدث بلغة متنبي كما قلت من سابق، لكن على الأقل أن يتحدث بهذه اللغة العربية في أبسط قواعدها، يعني بدون أن يحترم مثلا الفاعل والمفعول به، يعني أبسط قواعد المهنة يعني. لكن لا أن يتحدث باللهجات، يعني هذا الأمر الذي أطلق من الباحثين ومن اللغويين سيد محمد تقي الله الأدهم من يقول إن وسائل الإعلام العربية كرست الأخطاء الشائعة، وأصبحت الأخطاء الشائعة مستحبة أكثر من الصحيح. أعتقد أن هذا ليس مربع الخلاف، هذا مبحث خاص لمن يمتلكون ناصية اللغة العربية، للشعراء، للغويين. مربع الخلاف يكمن في هذه اللهجات التي أشار إليها الزملاء، المقدمة كبديل للغة الأم. أنتم في فرانس 24 ظهرتم كخيار بلغة فصحى بعد تجربة البي بي سي. ما بين البي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام التي تتحدث الآن باللغة الفصحى تجارب مريرة. كان هناك من نظروا لقنوات عربية تتحدث بلهجات محلية. اليوم أعتقد أن الخيار الأمثل والخيار الصحيح نجح، لا يصح إلا الصحيح. وبالتالي ما نلاحظه في القنوات الفضائية الأجنبية التي تتحدث باللغة العربية هو عودة إلى الأصل، عودة إلى اللغة العربية بقواعدها الضرورية. أن نتحدث عن أخطاء شائعة، أن نتحدث عن نطق حتى حروف، هذا 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 مبحث يمكن أن نقبله ويمكن أن نضعه في نقاش لدى النخبة. لكن الأهم والأدهى والأخطر هو الحديث عن بدائل للغة الأم. إننا بذلك نقتل أمتنا. طيب سيد النجاري، إذا سمحت تفضل. يبقى هذا النقاش يعني هو نقاش صحي في نهاية المطاف، هذا اعتقادي الشخصي، بأنه حقيقة يعني نبه البعض إلى أهمية اللغة، أهمية استعمال اللغة. هناك في المغرب حاليا كما يعلم الجميع نقاش حول هذا الموضوع، هل نستعمل الدارجة حتى في التعليم الابتدائي الأولي، أم يعني نحتفظ باللغة العربية. هناك من يقول حتى أن هناك يعني اللغة العربية هي لغة ثانية في المغرب، حتى هذا المستوى. ولكن إذا شئنا أن نقول بأن هذا على الأقل هذه المسألة يعني حركت الراكد وجعلت البعض يهتم باللغة ويهتم يعني بقواعدها ويدرك خطورة يعني اللحن فيها وخطورة تركها وتركها والإقبال على اللغة العامية التي كما أشرت إلى ذلك سابقا غير مفهومة في العالم العربي. وحتى في المغرب هناك لهجات وهناك دارجات بين درجة الشمال في المغرب ودرجة الشمال في الوسط ودرجة الجنوب، ربما الأمر ينطبق على دول أخرى كالجزائر وتونس ودول أخرى. طيب سيد إسماعيل طلاي، حول هذه النقطة حول اللهجات، ما مدى تداخل ومسؤولية الصحفي ما بين عمله كصحفي لنقل الخبر، للبحث عن المعلومات، احترام مهنته لأنها مهنة منفصلة تماما عن أن يكون أديبا أو شاعرا، ومدى تدخل هذه المهنة مع مهنة اللغوي وشغل ومجال اللغوي والأديب؟ هو اليوم كما هو متعارف عليه في الصحف والدرجة أولى الفضائيات أصبح هناك أقسام كاملة يسمى بقسم تدقيق اللغوي، يعني قنوات كبيرة مثلا العربية لها قسم كامل من اللغة العربية. هناك قنوات تفرض امتحانات صارمة جدا في اللغة العربية للمتقدمين حتى لمختلف البرامج، حتى لو كان البرامج الرياضية ومهما كان دوره بسيط. أكيد يعني هذا ممكن عامل إيجابي، لكنه يجعل الصحفي كثير من الأحيان لديه روح الاتكالية، أنه يعني يكمل عمله في ذهنه أن هناك مدقق لغة وبعد ذلك. لكن الموضوع لن يكون بهذه السهولة، أنه يتعلق الأمر بالمذيع. المذيع ليس له يعني ليس أمامه خيار أن يخطئ، لأنه خطأه فظيع جدا. فالمذيع الذي يتحدث في قناة عربية تقول أنا قناة رائدة وتخاطب تتحدث باسم مثلا الشعوب العربية، يجب عليه المذيع أو المذيع أن تكون دقيقة في اللغة. هذا والمدقق جاء موجود معه ليدقق كل كلمة يقولها على المباشر. الواد يقول لك أن هذا هو المتوفر في السوق. أنا لا أؤيد هذه الفكرة. هناك يعني كفاءات موجودة في الدول العربية، بدليل أن هذه كفاءات حينما تهاجر من أوطانها وتذهب إلى أوروبا تشتغل وتنجز، هناك تحتاج فقط القليل من الجهد. البي بي سي أبدا لم تتراجع عن مستوى اللغة العربية، لا يزال اليوم من الجيل الذي من يحن البي بي سي رغم هذه اللغة التي تستعمل بهذا الصوت الجهوري
هناك من يعشق البي بي سي ولا يعتبر أن لغتها نمطية أو لغتها مقعرة كما يقول البعض. طيب ماذا عن الأخطر من ذلك؟ مثل ما قال سيد نجاري هناك مستويات في اللهجات ومختلفة في بلد واحد. هناك من نظر من المثقفين والنخبويين في العالم العربي لاستعمال اللغة العامية سيد تقي. لدى مثلا في الجزائر كان هناك كاتب ياسين الذي كان يدعو إلى استعمال لغة قريبة للشارع، وهناك أيضا نفس النظرية كان يدعو لها كتاب وأدباء في مصر. ألم يكن هذا حلا؟ هذه الدعوات ينبغي أن لا تفصل عن سياقها العام. الأمة العربية على مدى التاريخ واجهت محاولات مريرة للاستيلاب. نعم. استيلاب الثوابت، واللغة من أهم الثوابت، وبالتالي الدعوات تكررت في مختلف أنحاء العالم العربي، وهناك من نظر لهذا الطرح ونفذ الطرح مرات عديدة في دول عربية. تابعنا نشرات أخبار بلهجات محلية، ندوات بلهجات محلية. الأمر يتعلق بتخطيط محكم لجعل كل دولة في جزيرة مغلقة وإبعادها عن باقي الدول العربية، وبالتالي فالأمر ممنهج وهناك نية مبيتة لتحقيقه. ما يجري اليوم من نقاش وندوات ورفع الصوت بضرورة العودة إلى قواعد اللغة هو وعي عربي شامل بضرورة الدفاع عن هذه الثوابت. وهو دور الصحفي أن يدافع على هذه الثوابت. الحال أنا لا أقبل أن يوجد صحفي في فضائية عربية أو في إذاعة عربية لا يتقن قواعد اللغة العربية إتقان تام، بمعنى يتكلم اللغة العربية بشكل سليم. كما أشار زميلي الأبواب أغلقت أمام قدرات عربية في هذا المجال، وتم تمييع وتبسيط الأمر. المهم أن تتحدث، أن تظهر فتاة في سن معينة أو شاب في سن معينة ويتحدث بلغة ساقطة محدودة لا تتجاوز الإطار الضيق، وبالتالي تم التخطيط لهذا لنكون واقعيين. طيب أنت تتحدث بشكل عام عن البرامج والأخبار، أما الأخبار وفقط لأن هناك من المحطات التي تعتمد هذا المبدأ، الأخبار باللغة العربية الفصحى لكن البرامج باللغة المحكية واللهجة. طبعا نعم سيد اسماعيل، ممكن إلى حد ما أنا لدي صراحة ممكن موقف مختلف قليلا مع زميلي. أنا بالنسبة لي في رأيي الخاص اللهجات أو ما تسمى باللغات، مثلا في المغرب العربي لدينا الأمازيغية ومختلفة، في الجزائر الأمازيغية لغات أخرى، الأمازيغية مثلا فيها الشوية والقبائلية والميزابية كثير. لغات أخرى بلهجاتنا. أنا في رأيي وجهة نظري أن هذا مكسب، هذه مكاسب، هذه جزء من هويتنا، جزء من ثقافتنا، لا نتنازل عنها، بالعكس ندافع عنها. ينبغي أن نفرق بين اللغة واللهجة. الذي يجمعنا نحن نتحدث عن فضائيات ليس فضائيات وطنية أو قناة حكومية، لا نحن نتحدث عن فضائيات عربية. يعني توجه بلسان عربي مبين لكل العرب. أنا مع فكرة أنه مثلا ننتج برامج تدعم هذه اللهجات وهذه اللغات وترسخ لها برامج كاملة محلية. حتى قنوات لما لا تكون عندنا قنوات، لكن على الأقل هنا لما نتحدث عن فضائية عربية فلنحترم اللغة العربية. ولو شئنا أن نضيف مثلا برامج أو حتى نشرات إخبارية باللهجات الأمازيغية فهذا ليس عيب، لكن أيضا أن نحسن كذلك نطق هذه اللهجات، لأنه المصيبة أنه في إساءة لكل شيء. وصلنا إلى اللغة هجينة يعني في بعض الأحيان، لا هي فرنسية ولا هي عربية. على المستوى المحلي الأمر محسوم، لأن دساتير العديد من الدول العربية يعني تعترف باللهجات، هذا ليس هذا هو المشكل. المشكل هو أنه هو اللغة العربية، وعندما نحكي بها ونتحدث بها يجب أن تكون لغة سليمة. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، يجب أن نفرق بين الفضائيات العربية العالمية نقول والفضائيات الحكومية. مثلا هناك في المغرب العربي هي فضائيات يعني يمكن أن تلتقطها في العالم بأسره، هناك في الخليج فضائيات يمكن أن تلتقط ويتحدثون باللغة المحلية أو العامية. نتحدث بالأساس عن الآفات أو عن الطامة الكبرى في بعض الفضائيات المعروفة العالمية التي ترتكب فيها أخطاء جزيرة. والتي تعتبر نفسها أنها تتوجه إلى كل الجمهور العربي من المحيط. نقطة أخيرة، المدقق اللغوي غير موجود مع الأسف في كل قاعات التحرير. وهذه مسألة بعض قاعات التحرير يلم بكل شيء وبالأحرى هو غير موجود أصلا، وعندما يوجد كما أشرت بالفعل لا يمكن أن يكون بجانب الصحفي في كل مرة في وحين أو في برنامج مثل هذا البرنامج. لكن هل يقع على عاتق الصحفي أن يشتغل ويقوم بعمل اللغوي وعمل
العمل المترجم مثلا في غرف الأخبار، لدينا مثلا قصص إخبارية عن العلوم والتكنولوجيا، عن الصحة، وفيها تعابير غير مترجمة، والصحفي يقع في مشكل على أنه كيف يمكن أن يترجم هذه الكلمات، حتى المدقق لا يترجمها. عندما تتقدم للعمل في قناة تتحدث باللغة العربية ينبغي أن تكون ملم على الأقل بأبجديات اللغة العربية. نحن لا نبحث عن متخصص، إذا كان الحديث في الطب مثلا هناك مصطلحات أو شيء من هذا القبيل، هذا من أمر حتى اللغويين لحد الآن طبعا من اهتمام المعدين والمختصين، لكن الصحفي الذي يتحدث على فضائية عربية ينبغي أن يكون ملم بقواعد اللغة العربية ولا يحتاج لمدقق. الشرط الأساس في ملفات التقدم لهذه الفضائيات ينبغي أن يوضع المعيار الأول معيار اللغة، إتقان اللغة. من لا يتقن اللغة ينبغي طيب أن يتقدم. طيب هذه النقطة اتفقنا عليها، ماذا عن الأمور التي أصلا هناك خلاف عليها؟ هناك تعابير مثلا أو ترجمات مختلفة ما بين شمال إفريقيا والمشرق، ما بين تعابير اعتادوا عليها وتعابير اعتاد عليها آخرون، ما بين ترجمات من مجمع اللغة العربية في القاهرة ومجمع آخر. هذا ثراء سيدي، هذا ثراء اللغة العربية. أشار زميلي إلى ثنائية المشرق العربي والمغرب العربي، هذا حتى في الأدب. نحن في المغرب العربي لنا لغتنا ولنا مصطلحاتنا ولنا أدبنا، إخوتنا في المشرق لهم أدبهم ولهم حتى ترجماتهم، لكن هذا اختلاف يشكل ثراء وتنوع ولا يمس في الصميم أبدا. لا يمس في الصميم. سيد إسماعيل الطلاري، هل يظهر هذا الاختلاف على وسائل الإعلام؟ في وسائل الإعلام العربية؟ أكيد. أنا مثلاً من خلال علاقاتي مع زملاء مثلاً في بعض القنوات، قناة الجزيرة مثلاً أو قنوات أخرى، قنوات عربية مثلاً، لما يسافرون مثلاً سكان الصحفيون من المغرب العربي لما يسافرون المشرق، حينما يتقدم للعمل في صحيفة ويكتب تقرير يقال لك لا هذا من هذا التعبير خطأ، الأصل تقول كذا، والأصل أين؟ الكلمة ليست عربية. الأصل في المشرق. لا. من يقول لك أن هذا هو الصح من الخطأ؟ لكن الآن هو الواقع الذي موجود هو أن الفضائية العربية موجودة في المشرق، فصار يعني الصحفي القادم من المغرب العربي مضطر أنه يعني يوضع بعض المصطلحات. أنا لست مع هذا التعصب، يعني إن كان الصح صحيحا فيبد أن يتبع أو الخطأ يعني، لكن ليس يعني ما أرفضه القول أنه الحقيقة عندنا وليس عندكم. أنا لا أحب هذا. هناك تجربة أخرى، اللغة العربية نفسها في المشرق والمغرب، إنما يدخل هذا الاختلاف فقط في نقلنا إلى مربعات وهمية. أنا لا أعتقد أن الإشكال. لماذا لا يظهر هذا التنوع؟ يظهر لأن الإخوة في المغرب العربي والإخوة كذلك في المشرق العربي لديهم لغة واحدة مشتركة، قد نختلف في بعض الجزئيات لكن قواعد اللغة هي نفسها. طبعا أنت عندما تتلقى تعليم في مدارس فرنسية ويتلقى زميلك تعليم في مدارس إنجليزية ستختلف الترجمة شيء وتختلف المصطلحات. من يجيد الأدب الفرنسي ليس من يجيد الأدب الإنجليزي، هذه مدارس. وحتى الفرنسية فرنسية فرنسا والفرنسية تمام في بلجيكا وسويسرا هناك تعابير مختلفة، هذا يشكل ذراء ولا أعتقد أنه يمثل جوهر. لا أعتقد أنه يمثل جوهر. المشكلة اليوم أنا حضرت لي معي مرات عديدة، مثلا لما تسافر مثلا تلتقي يقول لك أنت من، لما تقول له من الجزائر يقول لك هل تتحدث اللغة العربية، أو مباشرة بردة فعل لما تسافر مثلا لبنان مجرد أن يعرف أنك جزائري يكلمك باللغة الفرنسية فورا. هناك من يعتقد فعلا أن الشعوب المغرب العربي لا تتقن العربية. اللي نعرف الآن الإعلام يتحمل المسؤولية. قلت لك قبل بداية القنوات العربية، قبل أن نسمع لدينا الأمبيس المغرب العربي وفرنسا 24 وغيرها من القنوات، كان المنطقة المغرب العربي مهمشة، وهذه حقيقة لا ينبغي أن ننكرها. اليوم صار في نوع من توازن، صار في مثلا لأنه في إعلاميين من المغرب العربي، إعلاميون سافروا إلى المشرق، وصار في نوع من الفضائيات ساهمت في نشر هذا الوعي وفي محدودية أخرى. نعم. بمحدودية شامة. بمحدودية شامة. لأني أعتقد لماذا الفضائيات العربية الأجنبية بين قوسين نسمي الفضائيات التي تبث مثلا من لندن أو من باريس بلغة عربية يسميها فضائيات عربية أجنبية، لماذا اختطفت اهتمام المشاهد العربي؟ لماذا؟ لأنها حدثته بلغته طبعا، بلغته الأم، وبالتالي نحن نبحث كما أشرتم عن البي سي فترات معينة أن أصوات تتحدث لغة عربية فصيحة خالية من الأخطاء، ولذلك اهتمت باللغة الأم. لو وجدتم أن الخيار الأمثل هو العودة إلى اللهجات المحلية
لكنتم هنا تتحدثون بلهجات محلية. لكن بين قوسين حتى أيضا نكون متوازنين يعني بالنسبة للفضائيات أيضا حتى بعض الحكومات تتحمل مسؤولية يعني الحكومات تغلق مجال السمع البصري ترفض الانفتاح للسمع البصري تتحمل مسؤولية يعني. أما بالنسبة للقنوات الأجنبية مثل قناة فرنسا 24 نعم حققت نجاحا. لماذا؟ ليس فقط قضية اللغة العربية مثلا في أحداث الربيع العربي في الدول المغرب العربي قناة فرنسا 24 صارت ممكن كانت القناة الأولى. لماذا؟ لأن الذين يعملون في قناتهم معظمهم محللون من منطقة المغرب العربي فأكثر فهم القضايا للشأن المحلي وأكبر تناول. هذا بالنسبة للخط حتى للفهم يعني يعني لا في سنوات التسعينيات مثلا مثال بسيط سنوات الإرهاب في الجزائر لم يكن أي قناة عربية تتحدث عما يحدث في الجزائر كنا الأخبار نتابعها من القنوات الفرنسية فهذا كان خطأ كبير. وبعد ذلك استفاقت فضائية العربية أن هنالك منطقة مهملة منسية فصار الاهتمام لأنه والاهتمام يكون فقط يعني حتى من ناحية الربح المادي لأنه أنت تحدث عن كثافة سكانية قوية جدا ومشاهدين ومصادر يعني للإعلام والإعلانات وكذا وأخرى. سيد النجاري تجربة المحطة أنت مدير أخبار في هذه المحطة تبث برامجها من المغرب لكن في غرفة الأخبار من جنسيات متعددة من شمال أفريقيا وحتى المشرق. حدثنا حول تجربة معاكسة لما تحدثت عنه سيد إسماعيل طلاي عن المعتاد أن الصحفيين في المغرب العربي يشتغلون في مؤسسات إعلامية تبث من المشرق إذا هناك خلاف في التعامل في التعاطي مع اللغة لنعرف معك التجربة كيف؟ بالفعل هذه تجربة معاكسة حقيقة. نحن في غرفة أخبار منذ سنوات طويلة هناك أيضا صحفيين من المشرق من المغرب العربي ومن المشرق وهنا أرجع للفكرة فكرة عربية المغرب العربي وعربية المشرق العربي. أنا أقول أن السبب الرئيسي هو سبب ترجمة وسبب فهم وسبب استعمار أنه حقيقة أن الصحفي في المغرب العربي أو أي إنسان مغربي يفكر بالفرنسية أكثر والثقافة الفرنسية والروح الثقافة الفرنسية مختلفة اختلافا شاسعا عن روح وثقافة اللغة الإنجليزية وبالتالي نرى هذا الاختلاف حتى يظهر في الترجمة يظهر في الكتابة باللغة العربية يظهر بشكل كبير. وحقيقة أنا صحفي من المغرب يروح يشتغل في الجزيرة ولا في العربية ولا في أي قناة فضائية مشرقية يمكن رئيس تحرير يخرج له 1000 خطأ والعكس صحيح. في ميدي أن تي في حاولنا أن نمسك العصا من الوسط حقيقة هذا النقاش ما نؤكد عليه على سلامة اللغة وبالتالي الأمور الخلافية يعني يتداول فيها ونجد حلول. ليس عندنا مدقق لغوي في ميدي أن تي في ولكن عموما يعني نشترط أو نؤكد على أن الصحفي لابد أن تكون عنده لغة عربية سليمة يتداول مجموعة الأمور تتداول في قاعة التحرير ونخرج بحل وسطي عربية ميدي أن تي في هي معروفة في المغرب بعربية تي في مفهومة هما يجمعون أكثر ما يفرقون يعني. نحن نتحدث بعض الاختلافات البسيطة فقط في أمور النحو والصرف وكذا يعني لكن ما يجمعنا أكبر. لكن ما أنا يعني الموضوع اللي صراحة يعني يستفزني شخصيا لما تتابع في قناة فضائية عربية برنامج سياسي ويكون ضيف يعني وسر المذيع يتخلى عن لغته العربية تماما ويتحدث بمصطلحات من لهجتي العامية يعني وكأنه يقول المشاهد العربي أنا يعني وكان في عدم احترام صراحة في عدم احترام للمشاهد العربي. أنا أستاذ أختلف معكم في نقطة تفضل في نقطة الأخطاء في المغرب العربي والمشرق العربي أخطاء لغوية محددة لأن اللغة هي نفسها. أريد نموذجا مثالا من خطأ يعتبر في المشرق ونحن نقبله في المغرب أو العكس. أنا أعتقد أن إذا اتجهنا إلى اللغة كلغة فهي لغة واحدة موحدة لا فرق بين النحو العربي في المغرب العربي وفي المشرق العربي. حركة الترجمة مثلا بالنسبة للترجمة المدارس مختلفة في التعبير لا بالنسبة للمصطلحات أقبل بالنسبة للمفاهيم أقبل لأنه كما أشار زميلي من يمتلك خلفية إنجليزية ليس كالذي يمتلك خلفية فرنسية طبيعي لأنه مشارب ثقافية مختلفة. لكن في صميم اللغة هي نفسها أو مفردات مثلا مستعملة أكثر في شمال أفريقيا ومفردات أخرى مستعملة أكثر في أنا أعتبره ثراء ليس اختلافا. الحديث عن هذا أعتقد أنه طبعا طلعت عليه في منابر مختلفة هناك من يكتب بهذا الخصوص لكنه أعتقد أنه مربع وهمي ليس هو. ماذا عن البرامج الآن لنتحدث عن البرامج المنوعة وليس الأخبار هل من هناك من يقول أنه من الثقيل أمر ثقيل جدا وصعب وحتى المشاهد لن يستمتع لأنها برامج ترفيهية أن يكون الحوار مع فنان بلغة العربية الفصحى كأن اللغة العربية لا تصلح للخفة وللسلاسة
يعني من الأحاديث الودية. هناك من يقارن مثلا تطور اللغة اللاتينية واضمحلالها مع اللغات وتطور اللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والتي كانت لهجات عندما كانت اللاتينية هي لغة الأدباء ولغة الصالونات ولغة رجال الدين باللغة العربية وعلاقتها باللهجات. طبعا هذا طرح كما أسلفت لا ينأى عن النية المبيتة. اللغة العربية لا تشكل عائقا حال من الأحوال، وظهورها في برامج المنوعات والبرامج الخفيفة يرتبط بمن يقدم وبماذا يقدم. طيب توافق الرأي سيد إسماعيل القضائي والبرامج المنوعات مثلا بالنسبة لموضوع أن اللغة العربية لا تصلح؟ أريد فقط أن أضرب مثال آخر ممكن خارج الفضائيات. ما يعرف اليوم بالإعلام والإعلام الاجتماعي الجديد، هناك من يقول أن الإعلام الجديد لم يعد تصلح له اللغة العربية تماما وأن اللغة الإنجليزية مثلا هي المتداولة. أنا فقط قرأت، كنت أبحث في بعض الدراسات في تقرير لبرنامج حكمة وابتكار في كلية دبي، يقول هذا التقرير مثلا أن نسبة التغريدات باللغة العربية 74% من مجموع التغريدات في مارس 2013 مقابل 62% في 2012. شوف النسبة، يعني النسبة غير صحيحة. أنا أوكي أنا متفق معك أن اللغة التي سأستعملها في التقرير الإخباري هي ليست نفسها اللغة التي سأستعملها في برنامج مثلا ترفيه، لكن ليس مطلوب منك أيضا أن تتجاهلك تماما اللغة العربية وتبدأ البرنامج إلى نهايته بلهجة عامية مثلا. لا هذا مرفوض مثلا. لماذا تحدث مثلا حينما مثلا ياتيك انت مثلا المذيع مثلا مغاربي مثلا باختصار. من المغرب العربي باختصار، المغرب العربي، لما ياتيك مثلا ضيف مثلا من المشرق تخاطبه باللغه العربيه الفصحى، ولما ياتيك مثلا ضيف من المغرب العربي تخاطبه باللهجه، هذا تعصب، هذا مرفوض. ما رايك سيد نجاري حول برامج المنوعات واللغه؟ هذا الان نضع يعني اصبعنا على الدول الخطيه لوسائل الاعلام، هي بالفعل اشكاليه يصعب الاجابه عنها. حقيقه الاخبار يجب ان تكون بلغه عربيه سليمه. الان برامج اجتماعيه اشهار مثلا، إشهار يخاطب عامة شعب، إشهار أي منتوج تجاري. ولو في المشرق يستعمل تعبير بين قوسين فقط الإعلان. الإعلان تماما، مثل الإعلان ولا الإشهار في المغرب العربي. كيف يمكن أن تمرر إعلانا باللغة العربية الفصيحة واللغة العربية السليمة وهو موجه يعني الأمة ربات البيوت أو أي شيء؟ من الصعب الإجابة على السؤال. كيف نجحت بي بي سي؟ كيف نجحت البي بي سي باللغة العربية الفصيحة؟ هذا السؤال. البي بي سي اليوم لغاية تاريخ اليوم لديها نفس المصداقية ونفس الجمهور المتابعين ولا يزال تبعها من مختلف فئات العمرية. لماذا تنجح بي بي سي ولا تنجح الفضائيات العربية؟ نحن يا هذه عقدة للإنصاف، هذه عقدة من اللغة العربية. لو سمحت يا رب للإنصاف، لا رد للإنصاف. الآداب اللهجية، المواد ذات الارتباط بلهجة ما، هذه لها برامجها وتبث ويتم الحديث عنها باللهجات المحلية، لكن عندما يتعلق الأمر بلغة عالمة وبإشكالات تهم الجميع وبحتى البحث عن ترفيه من مستوى معين أو في محطات محلية، ينبغي أن نعتمد ونؤصل الحديث باللغة الأم. هذا أعتقد أنه هو الخيار الأمثل، والتجارب المعاصرة تثبت صحته ونجاعته. طيب عن برامج المنوعات، لأن أنت مع رأيك أن تستعمل لغة أخرى أقل تعقيدا وأكثر بساطة من اللغة المستعملة في الأخبار؟ أنا مع أن تستعمل اللغة العربية فقط، بدون لن أطلب منه أن يتلو علي قصيدة. حتى إذا كان الضيف مغنيا لا يتحدث اللغة العربية بشكل جيد. أعطيك لك مثل بسيط. طيب ممكن أتفهم مثلا، أنا لا أطلب مثلا، طيب لن أطلب استعمال اللغة العربية بنسبة 100%، لكن بالمقابل لا تستعمل اللهجات بنسبة 100%. على الأقل أنت ألست تقول أنا هذا البرنامج أطمح من خلاله الوصول لبيوت عربية ككل؟ طيب احترم هذا المشاهد العربي. حتى الكلمة الفصيحة أيضا غيبت في حديثك عن أغاني، غيبت. شكرا جزيلا لك، وصلنا لنهاية هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك سيد محمد تقي الله الأدهم مدير البرامج بتلفزيون الموريتاني، وشكرا لك سيد إسماعيل طلاي صحفي بجريدة العرب القطرية، وأشكرك أيضا سيد عثمان نجاري مدير الأخبار بقناة ميديا في المغرب. شكرا جزيلا لكم لقبول الدعوة، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.